بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور حمد السيوف، أعصاب دماغ أطفال البورد الأمريكي. اليوم هنكمل حلقة رقم 10 من التشنجات عند الأطفال، وحنتكلم اليوم عن الصرع العنيد أو الرفراكتر إبليبسي، الصرع اللي ما نقدر نتحكم فيه بالأدوية. طبعا أنت بالمجمل عام 75% من المرضى ممكن نتحكم فيهم بالأدوية، في عندك 25% لا يمكن التحكم فيهم في الأدوية. عادة أول ثلاث أدوية إذا استخدموا في النوعية المناسبة من الصرع وبالجرعات المناسبة وأعطي الوقت المناسب، 75% من المرضى الصرع ممكن التحكم فيه في الأدوية، 25% لا يمكن التحكم فيهم بالأدوية. الآن أنت ممكن تجرب أدوية ثانية، رابع وخامس وسادس وسابع وثامن، عندك احتمالية 5% كل سنة أنه ممكن تستجيب لهالأدوية اللي بتجربها بعد الدواء الثالث. الآن إذا ما كان عندي استجابة على الأدوية واستمر الطفل بالتشنجات، طبعا اعتمادا على نوع التشنج، وعندك الأوبشنز التالية أو الخيارات التالية، أنه ممكن يكون جراحة. طبعا الجراحة في حال تكون عندك أنت صرع جزئي وتقدر تحدد البؤرة تبعت نقطة الصرع. طبعا تخطيط الدماغ اللي تعمله على الدماغ من فوق اللي هو اللي بيسموه سيرفيس اي جي مو شرط يحدد لك البؤرة، في هناك اجراءات وفحوصات اخرى تعمل قبل جراحة الصرع، وعادة يكون في عندك فريق متكامل من جراح الصرع، اخصائي الاعصاب والدماغ المتخصص في الصرع، ويكون عندك اللي هم فيديو اي جي مونيتورينج يونت اللي هي الوحده الخاصه لتخطيط الدماغ المطول، وعندك كمان يكون عندك اخصائيين اشعه مدربين يكون عندهم اجهزه خاصه مثل البيت سكان، السبكت سكان، وعندك الهاي ريزوليوشن ام ار اي اللي هي الابليبسي بروتوكول، صورة الرنين المغناطيسي عالية الدقة واللي يكون فيها مقطع عرضي علشان نشوف إذا في عندي أنا بؤر للصرع، وخاصة إذا كان تخطيط الدماغ يوحي بأن هناك نقطة، فمعناته تخطيط الدماغ اللي أنا أعمله على الرأس من فوق مو شرط يبين لي وين البؤرة. هذا يعني طبعا أول ستيب. الآن إذا تم عينة الطفل ووجد أن هذا الطفل لا يصلح أن يكون عنده جراحة للصرع لعدم وجود بؤرة، أو لأن نوعية الصرع هي مثلا نوعية صرع كلية، يبقى عندك الاحتمال الثاني اللي هو بيسموه الفيجن نيرف ستيميليتر أو تحفيز العصب الحائر، وهي عبارة عن بطارية صغيرة تربط تنحط تحت الجلد، جراحة بسيطة تربط مع العصب الحائر وتعطي مشجات للدماغ. هاي طبعا 7% ممكن من المرضى يتم توقف عندهم التشنجات، و 50% يتحسن تشنجاتهم أكثر من 50%. وفي عندك بعدين اللي هو الدايات او الغذاء مثل كيتوجينيك دايات لازم تنعمل، او الحميه الكيتوجينيه لازم تنعمل في مكان يكون فيه ناس مدربين وممرضات مدربين وطبيب مدرب، فمو سهل انه طبيب فقط لحاله بهالعياده ممكن يعمل كيتوجينيك دايات، وعندك موديفايد اتكن دايت. الان في نوع من الجراحات الصرعيه ما تكون محددة أو موجهة أنها بتزيح نقطة الصرع، وإنما هي بيسموها باليتيف، والهدف منها هو تخفيض نوعية أو حدة الصرع إذا ما قدرنا نشيل البؤرة المسببة، مثل الناس اللي يكون عندهم تشنجات الوقوع دروب أتاكس ممكن تجي على الكوربس كالوزم الرابط ما بين اليمين والشمال ويعملوا فيه ثقوب فبتخفف الدروب أتاكس هاي. طبعا هذا زي ما اتكلمنا هذا في المجمل العام. دائما وابدا لازم هاي العلاج الصرع اللي يكون في عدم الاستجابه على الادويه او يكون صرع مطول، يفضل انها تنعمل مع تيم خاص بجراحه الصرع، تيم خاص بالحميه الغذائيه، تيم خاص بالفيجن نيرف ستيميليتر، ويكون تحت اشراف طبيب له خبره في هذه العمليات ومتابعه جرعات مثلا الفيجن نيرف ستيميليتر حتى نتاكد نصل الجرعات المناسبه.
هيك احنا نكون خلصنا الحلقة العاشرة اللي تتكلم بشكل عام ومبسط جدا عن ما هي الخيارات الموجودة عندي لشخص ما يكون عنده استجابة للأدوية ويسمى الصرع عنيد أو ريفراكتوري إبيليبسي أو صرع لا يستجيب للأدوية الموجودة في الماركت أو في السوق إلى هذه اللحظة. الله يعطيكم ألف عافية دكتور حمزة السيوف، وإن شاء الله تكون هالمعلومات المبسطة هاي ذات فائدة لكم، وجزاك